بعض ما كان عارفه أسرة كبيرة بزاف وكان فيها خمسة أشخاص اللي ربما بسموا في مسار لونية المجموعاتية كاين مرحوم عربي باطمة كاين سي محمد باطمة وكاين الأب ديالك شكون الشخص اللي كتلقاه قريب منك وتأثرتي به بزاف وأثر في المسيرة ديالك؟ شوف انا العمل ديالي كلهم منهم زجالين جدا الله يرحمها من حالتها كانت زجاله كتكتب زجاله فاللي تاثرت به بزاف شوف انا الوالد ديالي درويج بعد حدود ظريف ويمكن الناس اللي تيعرفوا عن قرب غادي يقولوا لك على الترافه ديالو اثر فيا بزاف لانه ديما مسامح بحقه ديما ما تهدرش على راسه ديما ولكن انا الشخصيه اللي بنيت شخصيه ديال عربي باطمه عربي باطمة كانت عنده واحد الشخصية اللي ما يمكن ما كيسمحش بحقه يمكن الشخص اللي كيدخل انه يكون دار لي الف حساب ولا بلاش مجموعة ديال الاشياء يمكن خديت هادشي من عند الكاريزما من عند عمي العربي بينما خديت طيبة القلب والحنية والزهد بزاف ديال الحوايج من عند الوالد ديالي الصراحة. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.